ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كيف لي أن أجد الزوجة الصالحة التي تقر بها عيني؟ لو لقيتها بقول لي. المقاييس اللي احنا بنحط بيها برضه ده من آفاتنا في الزواج. الأخ عايز واحدة تكون جميلة جدا وسرية جدا ومعاها شهادة عالية جدا وأهلها من علية القوم خالص، ولما اتجوزها ما تطيعني على طول الخط ولو عصت في ذلك أهلها، ولو معاها فلوس وانا زلاتي تديني. ده بقى انت بتدور على ايه ان شاء الله؟ الزواج الناجع الناجح ان يعلم الاخ انه سيعين زوجه. انا هتجوزها عارف ان انا هكون سبب في اعانتها، هتعب معاها عشان تقوم وتصوم وتصلي وتذكر، وهي كذلك لما تتزوج من اخ تعرف ان هي هتعينه. مش ده مستني ان انا هتجوز عشان تعيني والتاني مستني ان هي يروح قاعدين هما الاثنين جنب بعض. لا. ومن الطرافة واحد بعت لشيخ زي برضو الاخوة كده قال له عايز واحدة حلوة جدا وسريعة جدا، فلما الشيخ قرأ الكلام ده عمله في بيت شعر كده بقوله على طول انا في جلسات النكاح يعني. بيقول بعث امرؤ لابي عزيزة، الشيخ اسمه ابو عزيزة، بعث امرؤ لابي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول اريد منك حليلة زوجة يعني شقراء معروف لديكم اصلها وعزيزة وقريبة ورصينة في عقلها وتكون ذا مال وفير تعطيه من بعد الزواج لبعلها وتطيعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه شيخ وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. لو لقيتها لو كنت طلقت أم عزيزة. طبعا انا بقول ام عزيزه عشان هتتسجل وهيسمعوا.